السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع حموسة.com. مرحبا بكم في الجزء الثاني من تجربة شراء جاكيت من الانترنت. هذا الفيديو بالأحرى سوف نخصصه للتحدث عن إعطاء ريفيو عن الجاكيت، يعني الوقت الذي استلزم لكي تصل إلينا، الجودة. أيضا سوف نتحدث عن أو سنتطرق لنقطة مهمة، وهو ما الذي سوف نفعله فور استلامنا الجاكيت أو المنتج. أول شيء سوف نقوم به وهو فورا نصل إلى المنتج، سوف نتفقده، ونحن الآن سوف نعطي الخطوة التي نقوم بها، وهي يجب علينا الدخول إلى موقع الذي تقوم بالشراء منه، موقع علي إكسبرس. نقوم بتسجيل الدخول بالنقر على CNN، لقد سجلت الدخول مسبقا. نقوم بالنقر على My Orders أو مقتنياتي. سوف نذهب إلى المنتج الذي وصلنا أو قمنا بشرائه مسبقا، بما أننا قمنا بشراء الجاكيت. هي هذه، ننقر على View Details. أوكي، هذه هي الجاكيت، الواجهة التي سوف تجدونها. المدة التي استلزمت لكي تصل لنا الجاكيت وهي تقريبا 15 يوم باحتساب مدة الشحن وديسباتشينج الآخري. 15 يوم نحن تأخرنا في عمل ريفيو لها لاعتبارات وأسباب شخصية. ما الذي سوف نقوم به؟ وسوف ننقر على تعيين هذا الزر، لكن قبل أن نقوم بذلك يجب أن نتفحص هل نفس الأمور التي قمنا بعمل أوردر لها وطلبناها، بمعنى إن قمت بتحديد مثلا السايز L واللون أسود، هل توصلت بنفس الأمور؟ في حالة لم تتوصل بنفس الأمور يجب عليك النقر هنا Open Dispute هكذا، وتقوم بتعبئة هذه الخانة لأجل إيقاف عملية الشراء، وبالتالي المطالبة بالتعويض أو بإعادة إرسال الجاكيت مرة أخرى أو إرسال مقابل مادي إلى آخره. نحن لنصل إلى هذه النقطة سوف نقوم بالنقر على Select All، تحديد كل المنتجات. نقر على Confirm All Received. Submit. وسوف نقوم بإعطاء فيدباك أو انطباعنا حول المنتج. Excellent. في هذه الخانة وفي هذا المربع سوف نقوم بكتابة رسالة قصيرة، سطر أو سطرين. سوف نتحدث حول يعني مدة الشحن، الجودة، ونقوم بإعطاء اقتراح وتشجيع الزوار والبائعين المشترين حول الجاكيت أو الخدمات التي توفرها هذا البائع. هاو سوف نعطي، سوف نقوم بكتابة هنا تقييم، عمل تقييم. How accurate was the product description? Very accurate. يعني ما مدى مصداقية وجدية أو مطابقة ما تم شرحه مع ما تم إرساله لك. نفس الأمور قمنا بمشاهدتها، نفسها التي قمنا بتوصلها. How satisfied were you the seller communication? البائع فيما يخص الدعم البائع ومحادثة معه كان متواجد، وكل المعلومات أو الاستفسارات التي طرحتها قبل الإجابة عليها. How quickly did the seller ship the item؟ سوف نقوم بإعطاء very fast، وسوف نقوم بكتابة رسالة قصيرة هنا بإعطاء انطباعنا حول الجاكيت. ونقوم بالنقر على leave feedback. هذا كل شيء، هذه هي المرحلة الأخيرة التي نقوم بها أو الخطوة الأخيرة التي نقوم بها فور استلامنا للمنتج أو البضاعة التي قمنا بشرائها. ينصح بكتابة ريفيو وقيام بهذه العملية لأنها سوف تساعدك في إغناء البروفايل الخاص بك. في حالة تجنبت هذه العملية سوف يتم القيام بها بشكل أوتوماتيكي فور انقضاء مدة 60 يوم أو المدة التي يتم تحديدها بشكل أوتوماتيكي لاستلام المنتج. على ما أظن هذا كل شيء، سوف نترككم مشاهدة الفيديو الذي قمنا بتصويره
للبضاعة التي قمنا بشرائها أي جاكيت. ندعوكم بعمل لايك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب وكذلك على تويتر وفيسبوك. دمتم في رعاية الله وحفظه.